الراجح معنا احنا مع الراجح صالح صالح الراجح صالح الراجح معنا احنا حقر التعليم صار راجح والوليد والوليد سواقنا الوليد ما شاء الله ابو الوليد تذكره ذكرته حتى عصامت ابو عبد العزيز والاهل المزاحميه سعود الثنيان وربعه هذا واحد جاب الحل يا ابو صالح نسمع الحل اظن عطنا يقول بيض الضب صحيح وين ديرته وين بعيد مش خليه بيض الضب غلط بيض الضب ما يدفن هو وش اخذها من السناب ولا منين هو قال الحين بيض الضب صح ولا غلط بس تيده عليها ولا ما تيده والله ما ادري انا ما عندي خبره فيها يا ابو يدفن بيضه انا قلت المكان يطلع عن الاحياء اللي هو وكان ابو عبد الرحمن نقد علي اي ولا قلت المكان المكان اللي هي الجراد لا هي المكن ما هي بالانثى الضب المكون المكون ايه المكون الانثى الضب ايه انثى الضب يقول طيب يقول يقول 40 صفرة في ارض قفرة لا يرى الشمس ولا يرى القمر وهو بالصحراء ما في شك هذا الرجل اعطاك اسمه ولا لا؟ الا نبي خذ عليه يمين هو خذه من السناب ولا ما نقدر نحقق معه يا ابو صالح ما دام جاب الجواب ما عاد نقدر نقول كذا بيض الله وجهه صحيح الجواب وبيض الله وجهه هو بيض المكون من الضبان ما شاء الله اي 40 يعني ما ما فطنت لك والله يا ابو محمد ابو محمد قال المكن انا غلطت في المسمى مسمى الانثى قلت المكن هذا هو نفسه صالح الشبرمي اللي سوى لكم تصميم يا رجال اي نعم يا رجال هذا متابع ومحب شكرا يا شبرمي على هذا الانتباه وهذا وهذه بعد ام ياسر عتيبي تقول برضو بيض الضب ما شاء الله لا صراحه عرفوا كلهم ولا انا قلت يا ابو عبد العزيز ما قلت بيض المكون المكن المكن هي 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 الجراده ولكن بيض المكون هي بيض انثى الضب انا ناقص عندي واو يا ابو صالح والله ما قصرت بس والجائزه وصلتني لاني يا سلام تشكر يا ابو محمد البيض 40 بيضه هي هي 20 جانبين هي سبحان الله العظيم وتشاهدناها 40 صفرة يعني بيضات صغيرة هذه كل أبوها تطلع سبحان الله العظيم ضبة 40 صفرة تصل إلى كبر الأصبع الوحدة كبر خرج السبحة تقريبا مو بأكبر شوي أحيانا لا أكبر كل ما يكبر يكبر كل ما تصل تصل برض قفرة لا ترى الشمس ولا ترى لأنها في بطن الأم الأم إيه في بطن الأم لا تشوف بطن الأم نعم في بطن الأم ولا وبعد بطن الأم تدفن في الأرض هذا اللي جاوبنا أبو صالح اثنين اللي هو الأخونا صالح الشبرمي يقول والله مهم من جوجل لكن مر علينا قبل ايه؟ بيض المكون الجائزة تواجدكم يلا جزاك الله خير أخونا صالح الشبرمي فتح الباب الطيب ايه؟ وما شاء الله على وحتى كذلك فيها بعد من خواتنا تقول حلتها ما شاء الله ما شاء تبارك الله يلا هذه خفافيه جزاك الله خير والطيبه من الاخوان يجيبونها راعي عاليه نجد يسال يقول شو الخلاصه يا ابو صالح الخلاصه خلاصه ولا اخواضه الخلاصه لا الخواضه الخلاصه نعرفها اي وش يقول الخلاصه بارك الله فيكم هذا الزبد زبد الغنم ولا البقر ولا تمام الماعز هذه يسمونها بارك الله فيكم يجمعونها لها بقدر ويركبونها على النار وتميع قبل ما هي زبد لها سمن يمشي وتحط يحطون معها اخر وقتها يحطون معها دقيق بر وهذه تخلص السمن من بعضه بعض سبحان الله من الماء من الماء وتخلص من كل يطلع سمن جهه وتطلع خلاصة هذا الدقيق اللي يطبخ بالسمن هذه خلاصة ما تشبع منها ابدا يعني مطبوخة بالسمن وخلاصة السمن إن هالدقيق يسحب الماء اللي فيه ويحطه مع زيت تمر عاد هذه لما خلصت وزانت اي خلونا ما شاء الله الدقيق هو اللي يسحب الماء هو اللي يسحبه ويخلصها من بعضه هذه الخلاصة هذه كذا يا ابو عبد العزيز والله هو سأل السؤال وانت جاوب لا هذه نذكرها يوم ورعان حال حين طيب تسمحون لنا نطلع من اللغز حليناه الان تسمحون لنا نطلع ونستفيد بعد من الدكتور سليمان تسمحون لي يا مشايخي تاج راسي وكحل عيني اي والله دكتور سليمان وش اخر سفره سافرتها انت و